يكون الإنسان دائماً في حاجة إلى بعض الأمراض، لا ليمرض ولكن ليصح، إلا أنواعاً من أساليب الموت تسمى أمراضاً لا حيلة فيها، ولا يكون المريض معها إلا كالوعاء يشق ليحطم وينتهي، لا كالوعاء الذي يصب ما فيه لينظف ويملأ ويبتدئ. فالمرض الرحيم وضع النفس في وثاق يمسكها حيناً ليحبسها على تأمل حقائق الحياة المغطاة، ويكرهها على أن ترى الدنيا أهون من أن تصغر لها نفس، وأحسن من أن يسقط بها قلب، وأحقر من أن تتهالك عليها الأحياء. ثم ليريها رأي العين أن العالم مصبوغ بأخيلتها الوهمية التي نفضت عليه ألوان الجنة فأفسدته بهذا التمويه، وتركت أهله يتكذبون في أوصافه فيخطون في حقائقه، وجعلته كالقمر هو في ذاته حجر مظلم، ولكن ذهب الشمس يجعله كله فضة بيضاء.